أنا ما نفسيش غير في حاجة واحدة بس، ما موتاش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف، أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخنيش. فكر يا مروان، لو أنت راجل فكر. أنك راجل يا مروان، لو راجل يا مروان بلا شيء، خليك راجل يا مروان بلا شيء. لما تفوق نبقى نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطر. انت ايه يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم يعني. شوف ربنا، مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتربش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك، بس على شرط. انا عايز ساره بايديها الحلوه دي تضرب فارس على وشه قلم النمائي طرقه. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. هو مش هينفع يا مروان. خلاص يبقى يموت. خلاص 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 خلاص. عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة، ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة، لا ما تموتنيش. لا يا رب. لا لا يا سارة ما تموتنيش. وانا اخترت المروان. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. إيه حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. وأبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط. اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور انه زين ورا قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام. اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر. Thank you.
بخير يا دكتور. احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما اخبيش عليكم، في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره، الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حازم ان شاء الله وانا بامن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين. في واحد في الماكس اسمه الرئيس رفاعي، اي حاجه هتحتاجوها هناك هو يقضيها لكم. لسه برضو زي ما انت يا كرم، الله يرحمك يا زين. كان دايما يقول لي كرم ده برغم سنه الصغير انما له في كل خرابه عفريت. الخرابات دلوقتي كلها بتاعتي، العفاريت اللي فيها كمان. الله يرحمه زين بيه، مهما عملت مش هيوفي اللي عمله معايا ابدا. ازاي بقى؟ ده كفايه انك جيت ولحقت العيله، من غيرك كان زمانهم كلهم ماتوا. لكن قول لي بقى يا كرم، العفريت بتاعك بتاع الماكس ده معانا لحد فين؟ لبعد الاخر بشويه. ايوه ماريا. عمار؟ ايوه يا سليم، عمار ورؤية. طب اسمعي، ما تخليهمش يروحوا في اي حته، امسكي فيهم وخليهم قاعدين لغايه ما ارجع. لا يمشوا فين؟ دول في عينيا وقلبي. اصيله يا مريم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وترجع لي بالف سلامه. انا مش عارف اقول لك يا كرم. ما تقولش حاجه يا سليم بيه، لولا اني مسافر بره مصر كنت جيت معاكم الماكس، ده حتى اسكندريه وحشتني. كانك معانا بالظبط، وكفايه اللي عملته لحد كده. عموما لو احتجتني انت عارف هتجيبني ازاي. تروح وترجع بالسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الرئيس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة يا سليم بيه. سليم بيه؟ أنت مين؟ أنا الرئيس رفاعي.